أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اجتماع مهم عقده المجلس الأعلى للجامعات اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور رؤساء الجامعات. تحدث الاجتماع عن عدد من القرارات الهامة بشأن أعمال التنسيق والدراسة والاستعدادات للعام الجديد، كان من أبرزها الاستمرار في تيسير إجراءات تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لكافة المراحل والشهادات، وكمان استمرار الجامعات في المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، واستمرار الجامعات في ربط البحث العلمي بالتحديات التي تواجه المجتمع. أوضح الوزير خلال الاجتماع ملامح الخطة التنفيذية لعمل الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشمل الاهتمام بملف إتاحة فرص التعليم العالي المرتبطة باحتياجات سوق العمل، واهتمام الجامعات المصرية بعقد شراكات دولية مع جامعات دولية مرموقة، والاهتمام بالبرامج الدراسية البينية بالإضافة إلى برامج دراسية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. كذلك أيضا تقدم الجامعات في التصنيفات الدولية والاستمرار في جهود تطوير المستشفيات الجامعية، وأيضا الاهتمام بملف الجودة بالجامعات والمعاهد، والاهتمام بملف التحول الرقمي للجامعات وملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، بما يدعم قوة مصر الناعمة في مجال التعليم العالي. خلوني كمان أقول لحضراتكم أنه الوزير وجه باستمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة. كما وجه الوزير باستمرار الجامعات في ربط الخطط البحثية للجامعات بالتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيا، وذلك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، وكذلك ربط منظومة البحث العلمي بالتعليم والصناعة والمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات. وجه أيضا الوزير الشكر إلى رؤساء الجامعات لدورهم الفاعل في تيسير إجراءات التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية بالمراحل المختلفة من خلال فتح معامل الحاسب الآلي أمام الطلاب وتقديم الدعم الفني اللازم لهم أثناء اختيار رغباتهم. أيضا شدد الوزير على ضرورة استمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب الناجحين طوال فترة التنسيق الإلكتروني وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال مراحل التنسيق المختلفة. أيضا وجه الوزير باستمرار جهود مكتب التنسيق والجامعات والمركز الإعلامي للوزارة لتقديم كافة التيسيرات لطلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والفنية لاستكمال مراحل التنسيق القادمة. وشدد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات سددا لاستقبال العام الدراسي الجديد وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، وتأكد من معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية. خلوني كمان أقول لحضراتكم أنه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق كان قد أعلن اليوم أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 165 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني. وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات حتى 7 من مساء الاثنين المقبل الموافق 22 من أغسطس لعام 2022. هذه كانت كافة التفاصيل والمستجدات. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وهذا ما لدينا. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.